الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الحضور، في الصحيحين أي في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصفا، إلى جبل الصفا، ونادى في بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، وفي رواية: يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه، ومن لم يستطع فيهم الخروج أرسل من ينوب عنهم. فلما اجتمعوا عليه قال لهم: ماذا لو أخبرتكم أن وراء الواد جيشا يريد أن يغير عليكم؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. شو عدد في المنبه؟ ما جربنا عليك كذبا. القوم الآن، القوم يشهدون بصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير بين يدي الساعة. قام أبو لهب فقال: يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. وقبل هذا، يعني هذا الكلام كان بعد البعثة، لأنه الله تعالى قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني هذا بعد البعثة. قبل البعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعرف في قومه بين الناس، يقولون: جاء الأمين، جاء الصادق. يعرف بخصلتين اثنتين. قريش، قريش في مكة مازال ما كانش اقرأ باسم ربك الذي خلق، مازال هو شاب من شباب مكة. إذا رأوه قادما قالوا: جاء الصادق، جاء الأمين. وحصل مرة أنهم اختلفوا في بناء الكعبة،
ويحفظ لهم في التاريخ، هذا يحفظ لقريش، أنها لما أرادت أن تجدد البيت انتقت المال الحلال لبناء البيت. يعني الكعبة لما جاءوا يجدوها باش يبنيوها ما خلقوش للأموال الحرام، كل عنده كل من كان له مال من الحلال شارك فيه في بناء الكعبة. بعدين قالوا والأساس هذا الفوق كيف نصنع؟ كل واحد قال نحن بنو فلان نصنع نحن. قالوا اللي يدخل من ناحية الحرم حكمناه، من هذه الناحية أول رجل يدخل حكمناه وسوينا معه هذه المشكلة. فدخل رسول الله فقالوا هذا الأمين هذا الصادق. والخلاف الذي دب بينهم وهم يبنون البيت حسمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد هذا الصادق هذا الأمين. فعرف عن رسولنا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، عرف بالأمانة وعرف بالصدق. وقد شهد القوم لما دعاهم لما قال رب أنذر عشيرتك الأقربين، قال يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني عدي، اجتمعوا عليه عند الصفا. قال قوم جيش من وراء هذا الوادي يريد أن يغير عليكم، قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. الصدق والأمانة والوفاء والرفق والرحمة واللين والإحسان والعفو وغيرها من الأخلاق الفاضلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فسألت قلت سبحان الله، قبل البعثة يلقب بالصادق الأمين قبل البعثة، وبعد البعثة سبحان الله العلي العظيم صدقه الوحي والذي جاء بالصدق وصدق به صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قلت سبحان الله، قبل البعثة في مكة يعرف بأنه الصادق ومش نبي، ويعرف بأنه الأمين وليس بنبي. الصدق والأمانة لما الحديث عليهما؟ لأنه الآن في مجتمع الناس ولا مجتمعنا هذا قل فيه الصدق من يتحدث به، وقلت الأمانة في الناس، بل إن من علامات الساعة أن يكثر ويفشو الكذب وتخان الأمانة، تذهب الأمانة، وقليل ما تجد الرجل الأمين. ومن علامات الساعة السنوات الخداعات، يصدق فيها الكاذب، خذ بالك، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيهم الرويبضة. قالوا من الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الصدق وليس سهلا أن تكون صادقا، هذا يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة ومثابرة ومداومة حتى يتربى اللسان على قول الصدق، وأن تصدق الله فيما يعني في قصدك وفي لسانك. في القصد صادقا نية، لا ترائي بأعمالك وأفعالك، صدق النية وصدق اللسان. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بين أجر هذا الخلق العظيم وحث عليه ورغب فيه، فقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يسلق ويتحرى فيما يقول ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. من شمائل المؤمن خصاله الطيبة أنه لا يكذب. الكذب هو بضاعة المنافقين، وقد حذر منه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فقال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. والمصيبة وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكلام الذي يخرج من أفواهنا إذا كان صدقا أنعم به، وإذا كان كذبا فإنه يعود على صاحبه بالخسارة والوبال في الدنيا والآخرة. احذروا المنافق، وهذه بضاعتهم على كل حال، أن المنافق إذا تحدث لا يصدق، يكذب في الحديث ويخون الأمانة ولا يفي بالعهد. ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. من إذا حدث كذب، كما هو الشأن الآن. الآن الكذب بين قوسين، كذب اليوم تجارة، والكذب اليوم حاجة كبيرة. يقولوا اكذب، لازم تكذب، ما تكذبش معهم ما تعيشش. يحثه قلوا اكذب. هذو اكذب عليهم ودير معاهم وتساوي، والا ما يطلق والو معاهم. فيحثه على الكذب وعلى ارتكاب كبيرة من الكبائر عند الله. اذكر حديث امرأة كانت تقول لولدها تعال اعطيك، دير له هكذا، ايش تجيبه؟ هي دير له هكذا. قال انا بيش مكان في يدك. قال لما كاين والو في يدك اعطي تجيبيه، كذبة كتبها الله عليك. قل اكذب كذب، ليش قاعد تكذب؟ انظر الى الحجج الواهية، اكذب. يقولوا جزائر قاعد تكذب، وين تكذب؟ باش تدير وباش تساوي وباش كذا. استحل الكذب، وهو من شيم وخصال النفاق والمنافقين والعياذ بالله. فإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان الأمانة بكل معانيها، خان الأمانة بكل معانيها. والقرآن يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وإذا وعد أخلف، وفي زيادة وإذا خاصم فجر. الصدق الصادق الأمين. يا رسول الله من أفضل الناس؟ كيف يمكن نسأل عن الصحابة؟ الأسئلة التي كانوا يوجهونها إلى رسول الله، والله غير كلها أسئلة عملية تقربهم إلى الله. جاء الأسئلة الصادرة من الصحابة، يا رسول الله من بره؟ يا رسول الله من نجاته؟ يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الله ويدخلني الجنة وينجيني من النار. أسئلة عملية يحرصوا على الخير، يحرصوا أعمال تدخلهم إلى الجنة، يسألون عن أعمال حتى لا يدخلون النار. هذه أسئلتهم.
وعاشوا على هذا المنوال حتى لقوا الله رب العالمين. في هذا السؤال أصحابنا رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ من؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب صدوق اللسان. بشكل حديث قالوا هنا العربية تجاوزت الصحابة فتسهم بدليل قالوا صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ هذا الصدوق تاع اللسان عرفناه، يعني الرجل صادق في كلامه ما يكذبش، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: مخموم القلب الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. من هذا المنبر أحثكم أيها الإخوة في الله على أن تتحروا الصدق في كلامكم، وأن تراقبوا الله فيما تقولون، فإن الكلام قبل أن يخرج، أنا مسيحة، أنا حكيم، إنه مخرج، إذا خرج الكلام هو لنا أو هو علينا. فإذا كان من الخير، من الخير، هو لنا واللهم لك الحمد، وإذا كان من الشر فهو علينا، وما دام علينا وجبت التوبة منه، أن يتوب الإنسان من هذا الكلام الذي هو عليه، وإذا لم يتب فإن الله سبحانه تبارك وتعالى سائله عنه يوم القيامة. الكلمة أحق هي لك هي عليك، فإذا قلت سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لك وفي ميزان حسناتك، بل هذا مما يشفع لك عند ربك يوم القيامة. وإذا قلت كلاما آخر كالكذب والزور والبهتان والإفك والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء بالغير، هذا عليك، ووجبت التوبة من هذا الكلام، أن يتوب المرء وعلى الفور، وأن يعقد العزم أن لا يعود، وأن يندم على ما ارتكب وفعل وقال بلسانه. ولهذا لما وقع في المدينة وقعت حادثة الإثم، أهل النفاق ومن شايعه تكلموا في عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ورموا أم المؤمنين بتلك الفاحشة، وعليهم من الله ما يستحقون. وإذا كان مازال الآن في هذا العصر من يؤمن ويعتقد ويقول بأن عائشة ارتكبت الفاحشة، فهذا مكذب للقرآن، والمكذب للقرآن مكذب لله. ولهذا قال المالكية: هذا من الكفر والعياذ بالله، الذي يرمي أم المؤمنين بجريمة الزنا والفاحشة. لما ذاع الخبر في المدينة، الخلص من عباد الله لما وصل لهم الخبر قالوا: سبحانك، ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، هذا بهتان عظيم. لا يقولون الكذب لأنهم يخافون الله، ويعلمون أن الله يسألهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. ولما نتحدث نحن في الإسلام عن التربية وعن الأخلاق، هذه أخلاق وتربية دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصدق المنافي للكذب لا يجتمع. فهذا نبيك قبل البعثة، وهذا نبيك صلى الله عليه وسلم
بعد البعثة، وهؤلاء أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم دعوا إلى التحلي بمكارم الأخلاق، ومنها سبق الحديث، وحذروا من مساوئ الأخلاق، ومنها الكذب في الحديث. والله أسأل لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد والصواب. ربنا جل وعلا يقول الحق وهو يهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قبل الهجرة، قبل هجرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت حادثة في مكة، وهي الإسراء والمعراج. أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى سبع سماوات، إلى فوق السبع السماوات، إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والحمد لله القصة يعرفها الخاص والعام، وقد سجلها القرآن الكريم، فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكتب السنة من الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم والأطراف ذكرت هذه القصة، الإسراء والمعراج. ذكرت هذه القصة لأبين من خلالها موقف صديق هذه الأمة. أباكم القصة وقعت بالليل، وتصور متى من مكة إلى المسجد الأقصى مسافة، ومن المسجد الأقصى سبع سماوات سبع المنتهى، يعاود يولي في الليل ويعاود يولي المكان إلى بيته. ولهذا تعجب الناس، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بما حدث، وأنه أسري به، وأنه أعرج به، وإلى السماوات وإلى سبع المنتهى، وأنه عاد إلى مكة في تلك الليلة. بحمد الله لكم أخذلكم بها الخطاب. قالوا: يا محمد، وين هذا كله؟ في ليلتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما في يمشي، ما حدش باله على مكان ولا على نافذة ولا على باب، يمشي لأن جبريل كان معه في الصحراء، وكان من سماء إلى سماء، وكان في المسجد الأقصى النبي مشى، ما حسبش أنه مفتاح ولا أبواب ولا إلى المعراج. قالوا له: تمشيت، صف لنا بيت المقدس. قال: فخلقت إلى الحجر، إلى حجر إسماعيل، ربي وضع له نصب عيني، ربي دل له نصب عيني المسجد الأقصى، يحدثهم وهم يسمعون. قال: ما هو المسجد الأقصى؟ أبوابه، نوافذه، دخلنا من هنا. تعجب الناس، ينحوس عليها مزاد. كيف تم الحديث؟ جاء أبو بكر، قالوا له: ما سمعت؟ إيش الخبر؟ صاحبك يزعم أنه خرج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى سبع سماوات إلى سدرة المنتهى. الجواب، قالوا: إن كان قال ذلك فإنني أصدقه وإلى أبعد من ذلك. بقول لي: فهم
الحمد لله ربي يفتح عليه. واللي فهم ما فهمش قالوا ان شاء الله يسأل باش يفهم. قالوا اني اصدقه واصدقه الى ابعد من ذلك. كما قال اذا الرسول قال لي راني خرجت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى واسري بي 7 سنوات وطلعت الى سدره المنتهى وفي هذه الليله عاودت وليت الى بيتي والى مكاني، اذا كان قال اصدقه واصدقه الى ابعد من ذلك. هذاك النهار رسائل وكيل يعرفهم اساتذتنا ومشايخ واطباء ومهندسين والناس يعني مراتبهم خش. علمنا الاسلام اننا لا نزدر الناس بالنظره، غير تشوف هكا تقول بالك غير انت اللي راك عالم هنا انت. ودي كان كاين لي هنا راه جالس اعلى منك مستوى بكثير. وهذا الاسلام يعلمنا اننا نتواضع لغيرنا وان نخفض الجناح. هذاك النهار هو اسمه ابو بكر ابن ابي قحافه، هذا اسمه. من هذاك النهار ولا اسمه في الامه هذه الصديق. ان كان قال صدقته واصدقه الى ابعد من ذلك. لان القلب نتاع الصديق رضي الله عنه كان موافقا لقلب محمد. ولهذا يوم الغاري قال لا تحزن ما بالك باثنين الله ثالثهما. لا تحزن يا أبا بكر إن الله، فخرش إن الله معي أنا رسول، أنتك صاحبي بك أنا الرسول، أنا اللي ربي أيدني بالنصر والمعجزة والتأييد. قال لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر على طريقة محمد بالصدق والإخلاص والنية. والتربية تاع النبي فادت التربية تاع النبي فادت في أبي بكر وفي عمر وفي الذين كانوا يجتمعون معه في بيت الأرقم الأيام الأولى من الدعوة السرية. ويوم أن جهر هؤلاء بدعوتهم ما ارتد واحد فيهم عن دين الله. فادت فيهم تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن التربية النبوية في شخص أبي بكر أنه أقام الملة بعد أن كادت أن تصاب بالإعوجاج والانحراف. فيوم أن مات رسول الله أظلمت المدينة، أظلمت والناس يبكون مات الرسول، وعمر قال من قال مات الرسول؟ فجاء أبو بكر قال يا عمر محمد قد مات صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ عليه آية من سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر بن الخطاب قال قلت في نفسي هذه الآية ينزل انساها خاص. ثم خاطب الأمة أقام الله به الملة أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لا نعبد الأشخاص ويبقوا أشخاص. وفي هذه الأمة ما ثمش معصوم، المعصوم هو النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. والذي عصمه الله هو الذي عصم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن باقي الأمة ليس فيهم رجل معصوم، وكلهم دون استثناء معرضون للوقوع في الذنب والمعصية والمخالفة. وفي الحديث كل بني آدم خطاء
وخير الخطائين التوابون. فنحن لا نعبد الأشخاص ولا نقدسهم، لأننا نعلم باليقين أنهم بشر، وأنهم كباقي البشر، وأنهم يتفاوتون عند الله في مراتب التقوى والإيمان. لكن أقدسه، أرى فيه أنه معصوم، أنه لا يخطئ، هذا من المحال. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ بشر. وبالمناسبة كل من الخطباء والعلماء والدعاة والفقهاء كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر. وأشار مالك إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلان لا يخفى، فلان معصوم، فلان كلامه وحي منزل، كما الإمام ابن تيمية يقرأ لأبي حيان اللغوي، والرجل تمرس، أبو حيان تمرس في القواعد والنحو والصرف، فلما قرأ شيخ الإسلام بعض كتبه وقف على بعض الأخطاء والملاحظات، فقال للقوم: وجدت في كتب أبي حيان كذا وكذا وكذا. فقال له بعضهم: أترد على أبي حيان؟ ترد عليه هذه المسائل؟ قال ابن تيمية: أكان أبو حيان نبيا في النحو؟ هو نبي حتى لا يرد عليه؟ تقديس الأقوال وتقديس الذوات والأشخاص. أهل السنة لا يعرفون هذا، بل يبرؤون إلى الله من هذا، يبرؤون. طيب، عندنا طوائف من المسلمين يقولون بتقديس أئمتهم وبعصمة أئمتهم. الشيعة الروافض يروا أن الإمام معصوم وكلامه لا يرد، وهو بمثابة الوحي، وعند الغلاة فيهم أن كلامه مقدم على الوحي. وإن بعضهم قال إن لأئمتنا، أي أئمتهم هم وليس أئمتنا إحنا السنة، أن لأئمتنا مكانة مرموقة لا يصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لكن هذا عند الشيعة الروافض. أما أهل السنة فلا يقولون هذا الكلام، كل يؤخذ من قوله ويرد. يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء. أقول لكم، قال الرسول، تقولون قال أبو بكر وقال عمر، وعجبت لقوم عرفوا الإسناد وعرفوا صحته ثم يقولون قال سفيان وقال ابن عيينة وقال فلان. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كان رجل من أهل الكتاب جالسا وقد أسلم، قال: يا رسول الله، من أعبدهم؟ لأن القرآن قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: صحيح، عبدناهم. قال النبي: كانوا يحلون لكم الحلال، يحلون لكم الحرام، ويحرمون عليكم الحلال، فسكتتم وأطعتم؟ قال: فعلنا. قال: تلك عبادتهم. في الإسلام عندنا التجرد لله عز وجل، وأن نخلص الدين لله، وأن نكون على صدق في اللسان وصدق في الإرادة والقلب، هذا الذي يحبه الله ويرضاه. أما أني أرى في شخص أنه مقدس معظم لا يخطأ، وأن قوله لا يناقش، فهذه معرة لا تليق بدين الإسلام. وقد سبقنا الأئمة الكبار العلماء كمالك والإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، الأئمة الرجال الفطاحل الكبار. وإننا نسمع عند بعض الناس، عند بعضهم يجرأ فيقول:
وهذه من أخطاء مالك. وقد جانب الصواب الإمام أحمد في هذه المسألة، فهلا ذكرت ما وقع فيه أشياخك من المخالفات؟ والله لا تستطيع أن تذكر ذلك، خاف أن يجرحوك وأن يبدعوك وأن يبعدوك. لماذا؟ لأننا ما تجردنا لله عز وجل، ولهذا ينبغي التجرد إلى الله. وهذا الذي يحدثكم من هذا من على هذا المنبر بشر معرض للمخالفة، يقع في المعصية ويقع في المخالفة، ثم سرعان إذا نبه. ولهذا من هذا المنبر مرحبا بالنصيحة، ومرحبا بالكلمة الحسنة الجميلة، ومرحبا بالنقد البناء، ومرحبا بالأسلوب الحضري، ومرحبا بالحوار. أما أرض فهذا ليس من سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نقول كلاما نفعل أفعالا، إن وافقت الكتاب والسنة فهذا فضل الله، وإن خالفت الكتاب والسنة فإننا نستغفر الله، ولا عيب لا عيب، نستغفر الله من عن هذا المنبر، من فوق هذا المنبر نستغفر الله ونتوب إليه، ونقول ومن غير حياء نقول أخطأنا في هذا، وفعلنا ذلك خطأ، وقولنا خطأ، وقد سبقنا إلى هذا من هو خير منا بمليار المرات. وهذا أبو الحسن الأشعري صاحب كتاب الإبانة في أصول الديانة، جاء إلى المنبر في بغداد وصعد المنبر وقال: أيها الناس، إني أتوب إلى الله من علم الكلام وطريقة المعتزلة، وأخلع ذلك كما أخلع هذا الثوب، وإني على طريقة الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل، لا غير في ذلك. نرضي الناس، إنسان وهو إمام، فهو الذي يعلم الخلق ويعلم الناس، فهو أولى بذلك، فيعلن توبته ولا مشكلة، ويعلن رجوعه، ويعلن أنه أخطأ في المسألة الفلانية. بل هذا من ثمرات علمه وتقواه أنه يخشى الله ويتقيه. وقد تصدر منا المخالفة المعاملة، ثم سرعان ما نعود ونتوب ونقلع عن الذنب ونستغفر الله سبحانه. عندنا رجل تحرش بها، فمسها هنا ومسها هنا ومسها هنا، وفعل بها كل شيء إلا أنه لم يسلي بها. ثم بعد ذلك ترك ذلك البستان وخرج، جاء إلى النبي قال له: أعجبتني امرأة تحرشت بها، فعلت لكنني لم أزني بها، وارتكبت بها الحرام، مسستها بيدي منا قبلتها. وهو يشكي إلى الرسول، اللهم صل وسلم وبارك. ومن لخر من أراد القصة فعليه بكتب التفسير من سورة هود، في قوله تعالى بعد ما كمل الرافق قال: شوف در النبي يسمع له، هو كمل رافق كمل. جاء جبريل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الظهر والعصر، المغرب والعشاء، والفجر. الصلوات المكتوبة درهمنا ربي رحمة لنا تطهرنا من ذنوبها. فقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
الرسول هنا ما راحش بالرحلة في المسجد، وقالوا مروحوا راه فلان حكم فلان في البستان الفلاني تحرش بها وفعل بها. قال الرجل، قال أهذه لي أنا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ذكر ذكر، هذه لي أنا برك، ربي نزلها لي أنا برك، الحسنات تذهبن السيئات. قال النبي لا ماشي كنت برك، لك ولأمة محمد. هذا من رحمة الله بنا، فإننا نقيم الصلاة إذا ارتكبنا المخالفة، وهذه المخالفة تغمر في حسنات الرجل. صلى النبي عليه وسلم حكم من بره وقال لهم فلان 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 تحرش بالمرأة في البستان الفلاني وفعلوا دا وسوا. وزيد إذا جهرت ما الفائدة؟ إذا جيت شفت واحد يهدم في الإسلام، يهدم في الدين، يهدم في الكتاب والسنة، ولا يهدم الدين، هذا تحكم من بره وتحذر منه لأن قيم مصلحة، لكن ارتكب مخالفة، والأمر يدور بين المصلحة والمفسدة. أين هي المصلحة؟ إذا ذكرت وقلت هذا حكم وتحرش ودار، اصبر عليه، انصحه، خذ بيده، ذكره، ادعو الله له من وراء ظهر الغيب. هذا هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ربي نبهنا من غفلتنا، ربي ردنا إليك ردا جميلا، اللهم تب علينا، اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ومعاصينا، اللهم افتح علينا أبواب الخير وسدد خطانا يا رب العالمين، اللهم سامحنا واعف عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لأزواجنا وذريتنا، واغفر لسائر أرحامنا رب العالمين، اللهم اغفر لأصدقائنا وأحبابنا وجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء. اللهم اغفر لأساتذتنا ومشايخنا، لمن علمنا وأدبنا وفقهنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمناً مطمئناً يا رب العالمين. اللهم أمننا في بيوتنا وأوطاننا، ونسألك ربنا أن تحفظ علينا هذا الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم إنا نستودعك الجزائر سماءها وأرضها وشعبها وأفرادها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في حفظك وفي وديعتك، ومن أراد خيرا بهذه البلاد وهؤلاء العباد اللهم وفقه لما تحب وترضى، ومن أراد بهذه البلاد وهؤلاء العباد سوءا وشرا اللهم عليك به فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا يا رب، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تجعلنا من القانطين. أنزل علينا الغيث برحمتك ولا تمسك علينا القطر بذنوبنا ومعاصينا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.